الملياردير ومؤسس شركة تسلا إيلون ماسك ما يبدو أنه تعلم الدرس من أول مرة، ومجدداً وجد نفسه في ورطة بسبب تغريدة، حيث طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من قاضي في نيويورك أنه يتهم ماسك بازدراء أحكام القانون كونه خرق تسوية سابقة وعد فيها أنه ما يغرد عن أداء صانعة السيارات الكهربائية تسلا. ماسك كان غرد من أيام بصورة لآلاف من سيارات تسلا وعلق أنه متوقع أنه تصنع الشركة 500,000 سيارة في 2019. أغسطس الماضي كان ماسك غرد بخصوص تحويل تسلا إلى شركة خاصة، وهو الأمر اللي أثار جدل واسع واتهامات له بالتلاعب بالأسواق، لينحكم عليه بعدين بدفع غرامة 20 مليون دولار وترك منصبه كرئيس لمدة 3 سنوات، ووافق أيضا على عدم الإدلاء بأي تصريحات حول أداء الشركة دون موافقة مسبقة منها. صادق اللي يقول يخلق من الشبه 40، اللي شايفينه في هذه الصورة ليس زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ بل شبيهه. الرجل اسمه هاورد اكس، ونشر هذه الصورة تحديدا على حسابه على فيسبوك اللي مخصصها لنشاطاته كشبيه كيم، وقال فيها في هذه الصورة أنه أنها من المطار حيث اعتقلته السلطات في فيتنام اللي كان وصل لها قبل قمة الزعيم الكوري الشمالي الحقيقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. السلطات بحسب كلامه حققت معه قبل ما تبلغه أنها حترحل الهونغ كونغ حيث يعيش. الشبيه تم ترحيله والزعيم الحقيقي وصل، والقمة مرتقبة خلال الأسبوع. فيفا واحد من أشهر المرتفعات في السعودية جنوب البلاد، تقع هذه المرتفعات اللي بتعلو 12 ألف قدم وتتناثر فوقها البيوت اللي بتلامس السحاب في أحيان كثيرة. ماجد سنقوف مصور وثق كثير من جمال هذه المرتفعات، نتابع بعض من صوره.